نتواجد هنا في منطقة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا المخيم الذي يعتبر من أكثر المخيمات في قطاع غزة اكتظاظا في السكان والعمران هنا في مناطق المخيم، حتى وأن تم تطوير هذه المنازل كانت أغلبها وحتى هذه اللحظة جزء منها مسقوف بألواح الإسبست. هذا المربع وهذا المنزل سقط عليه أمس برميل من المتفجرات دمر الحي بأكمل، وهذا المنزل لعائلة الهور تم تدميره بالكامل. هذا المنزل مكون من 5 طوابق من البطون تم تسويتها بالأرض. الآن السكان هنا يحاولون انتشال الإصابات من تحت ركام هذا المنزل. والله فجأة هيك ما صلى قبل صلاة الفجر بشوية ما شفنا إلا الدور قاعدة بتقع فوق بعضها، ولا الناس لا إلها دخل في تنظيمات. إحنا ناس يا عمي مدنيين، لا لنا في تنظيمات ولا لنا في أي حاجة. دار 4 طوابق فيها فوق 25 نفر كلهم طلعناهم، طلعناش إلا واحد ومراته عايشين، والباقي هنا بندور على أطفال، بندور على جيراننا وحبايبنا وبنتفقد في حالنا. هذه هي المخيمات وهذه زقاق المخيمات، لا متسع لا لسيارة دفاع مدني أو حتى لسيارة إسعاف من الدخول إلى هذا الزقاق الذي قصف فيه منزل ودمر بالكامل. حتى المسعف الذي يحاول حمل الأسرة المتنقلة من أجل نقل الإصابات لا يمكنه الدخول في هذه الزقاق. هذه هي المخيمات، ولكن المعاناة هنا أكبر في المخيمات بقصف المنازل على رأس الساكنين هنا، في كما جرى هنا في مخيم النصيرات بقصف منزل من 5 طوابق على رأس الساكنين، وتجري الآن محاولات لانتشال الإصابات من تحت ركام هذا المنزل. شخص واحد فقط هو الذي نجا من هذا الاستهداف المباشر لمنزل عائلة الهور والمكون من 5 طوابق، هو شخص وحيد كان يجلس على سطح المنزل، ناجي وحيد، ولكن عدد كبير من هذه الأسرة ما زال حتى هذه اللحظة مفقود تحت ركام المنزل المستهدف. منزل عائلة الهور هو المنزل الثالث في مخيم النصيرات والذي تم استهدافه وقصف وتدميره على رأس الساكنين هنا في مخيم النصيرات. أسامة الكحلوت لقناتي العربية والحدث من وسط قطاع غزة.